واعتبر البغاء حالة مباحة، لذلك بني المبغى العام اللي في بغداد في بغداد 1908 ثمانية نعم. 50 سنة كان البغاء مباح لا جريمة نعم، ومقنن ضمن القوانين. ومقنن يعني جنابك من تقرأ كتب اللجنة الاجتماعية تجد صور لسندرسون باشا وطالبات كلية الطب وطلاب كلية الطب في زيارة المبغى العام وتفتيش المباغي من الناحية الصحية. وكان مثل الدخول المبغى العام بين الساعة 10 صباحا، كان هذا اسمه المبغى العام؟ نعم، إلى الثالثة مساء. ومو بس مبغى عام بغداد، مباغي في كل مدن العراق أغلبها يعني. هنالك 300 جمعت بتهمة البغاء، بتهمة البغاء نساء، تقصد 300 نساء؟ وضربا بالسيف، قطعا بالسيف، ووزعا على بغداد وخارج بغداد على أماكن كثيرة. بس هذا مو حد من الموضوع يعني، في وقتها كان أكو إشادة يعني، مو كان هو فد جزاء، خلينا نقول هو خارج الإنسانية، ولكن قانوني. تاريخنا يا أخي الحد لغاية 1908 تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على البغاء، واضحة البغاء على الشريعة الإسلامية تمام ولا لا؟ نعم. يشترط 4 شهود، يتشدد الشريعة في مسألة البغاء، القاء يعني شاهدين، 3 غير مقبول 4، ويجب أن يروا الفعل الواقع، فعل ما يأتي الزوجة من زوجته كما يقال. نعم، تفاصيل دقيقة يعني. 1908 طبق الدستور العثماني الصادر 1876، واعتبر البغاء حالة مباحة، لذلك بني المبغى العام اللي مكان في بغداد 1908 ثمانية نعم، اللي مكانه حاليا جنابك في الميدان في سوق هرج، اللي مكان اللي توقف به سيارات الباصات. نعم. وفي منطقة سكنية، تتصور أن هذه المنطقة كان بها ياسين الهاشمي، بكر صدقي، نوري باشا السعيد. نعم. يعني مركز بغداد، بارك الله بيك، مركز بغداد التراثية. واستمر المبغى العام، لا بل يعني مما يروى على سيدة القيادة في بغداد اللي كانت تقرض الموظفين، وكانت الشهر تفتر عليهم روجينا باشا. نعم. كانت صاحبة السيارة وما يسموها أم الست كراسي، ما أدري شو. ومن تمشي بشارع رشيد يمكن سيارتين. هذا الحد يا سنة استمر يا أخي الكريم إلى حد 53، ألغي المبغى العام. 58 صدر قانون، صدر المرسوم 54 سنة 1958، صدر عبد الكريم قاسم، تضمن فرض عقوبة الحبس على البغاء. نعم، لمدة سنتين. في 88 صدر قانون البغاء الحديث اللي استمر من 88 إلى 2001 اللي عاقب عليه. 50 سنة كان البغاء مباح لا جريمة. نعم، ومقنن ضمن القوانين. مو مقنن يعني جنابك من تقرأ كتب اللجنة الاجتماعية تجد صور لسندرسون باشا وطالبات كلية الطب وطلاب كلية الطب في زيارة المبغى العام وتفتيش المباغي من الناحية الصحية. يعني من كانت تريد مبغى عام طبقا للتعليمات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية، تقدم طلب وتحصل موافقة، الموافقة يجب بعد فحص طبي وفحص اجتماعي. نعم. خاف مخبلة، خاف شيء من هذا القبيل. فحص طبي لكي لا تكون حاملة لأمراض الزهرية كما يقال. وكل أسبوع يجب أن تتعرض إلى الفحص. وهاي من تجي المبغى العام جنابك السجل سواء كان على نفقتها أو على نفقة. طبعا هذا التاريخ يمكن قليلين اللي واعين عليه أو يذكروه، يمكن لا كان ببغداد حتى 1958 جنابك هذا موجود. يعني كل من ولد قبل 58 لابد في بغداد يلاحظ ذلك. وكان مثل الدخول المبغى العام بين الساعة 10 صباحا، كان هذا اسمه المبغى العام؟ نعم، إلى الثالثة مساء. ومو بس مبغى عام بغداد، مباغي في كل مدن العراق أغلبها يعني. مبغى عام جنابك بالناصرية، مبغى عام من هذا، يعني مباغي عام من 3 إلى 10. ويشترط في الداخل أن لا يكون حاملا سلاح، أن لا يكون مخمورا. يعني من الشروط اللي تشترطها البلدية. نعم.